السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في عدد جديد من طيب معنا على قناة النهار، قناتكم المحبوبة وحصتكم المحبوبة واللي تعودتوا عليها. قبل كل شيء دائما رحبوا بالفريق اللي قايم على الحصة هذه. إذا اليوم معنا جمال زرقو في الإخراج، معنا ياسين برماق في الصوت، وكذلك والي عبد القادر وراء الكاميرا يعني في الصورة، هو راح يجيب لكم كامل المكونات. نرحبوا كذلك بالسبونسور اللي حاضرين معنا من عجائن سوسيمي والطون كاب دو فيغ، اللي دائما نقول لكم وصفاتنا ما تتخلاش عليهم، راح نستعملوا الطون في وصفه ونستعملوا سوسيمي في الوصفات الاخرى، يعني دائما حاضرين في وصفاتنا. اذا اليوم الطبق اللي تحبوها كامل صغار وكبار، راح نديروا بيتزا حصص فرديه، راح تكون كويرات البيتزا يعني بيتزا بشكل جديد، ان شاء الله يا ربي تعجبكم بان فارس كامل اللي تحبوها. راح نديروا كذلك دي بتي فوغ كتحليه بتي فوغ وغران فوغ، الحلوه هذيك اللي تشروها بالميزان ودائما ما تنجح لكمش في الدار، اذا اليوم راح تنجح لكم بمقادير بسيطه ومضبوطه وموجوده في كل بيت. اما المقبله فراح تكون سلطه مكسيكيه من اروع ما يكون. بقوا معنا نهايه الحصه نشوقكم باش نعطيكم المقادير. يلا نجيب المقله باش نطيبوا لافيون داشي ولا اللحم المفروم اللي احنا نبداو به هو الاول باش نربحوا الوقت، ونعطيكم كذلك مقادير العجينه اللي راني سبقت وحضرتها كما على بالكم وقت البرنامج ما يسمحش. والعجينه هذه سهله مهله ودرناها عده مرات مع بعض. بالنسبه للناس اللي دارين يتابعونا حضروها معنا، والمتابعين الجدد مرحبا بكم، نعطيكم الوصفه والمقادير. اذا عندنا عجينه وعندنا حشو وعندنا ديكور. في العجينه تاعي سهله مهله كما قلت لكم، حاجه خفيف ظريف. عندي لهنا كاس كبير تاع الماء ولا تاع الحليب كما حبيتو، كاس كبير ماء ولا حليب. ندير له ملعقه تاع قهوه سكر وملعقه قهوه تاع ملح وملعقه تاع قهوه خميره، وعندي شويه زيت زيتون حوالي زوج مغارف ثلاثه على اكثر، ما فيهاش البيض فيها الزعتر، ونخلط الحليب والسكر والخميره هما الاولين، تقدروا تخليوهم يرتاحوا شويه ومن بعد نضيفوا لهم هذاك الزيت زيتون ونطموها بالفرينه، تخليوها شويه طريه. من بعد اللي طميتها راح نزيد لها زوج مغارف زيت زيتون. اخر شيء كما قلت لكم عجينه سهله ما فيهاش حاجه صعيبه، نغطيوها ما تتعجنش بزاف، يعني جوست ندخلوا هذاك الزيت زيتون زوج دقائق لا اكثر، نغطيوها ونخليوها تطلع في مكان دافي، ولا تطلع عادي حتى في الفريجيدار تطلع، تقدر السيده تعجنها صباح وتولي ليها العشيه تروح تخدم ولا عندها خرجه تجي العشيه تسيب العجينه تاعها خمرت في الفريجيدار. نروحوا للحشو، حشو كذلك بسيط بسم الله. صراحه كنت معوله نديرها بالمرقاز، رحت باش نشري المرقاز قال لي اصبري شويه مازال ما وجدتش، وانا وقت البرنامج ما قدرتش نستنى، فحنديروها باللحم مفروم ونخلي لكم المرقاز في حصه ولا بيتزا واحده اخرى. اذا عندي لحم مفروم راح ندير معاه حبه بصل، وندير معاه كذلك السنات تاع الثوم نطيبوها عادي ونقطعوا له شويه تاع معدنوس. عندي حبه فلفل احمر نديكوري بها لا بيتزا تاعي، عندي شويه فرماج وكرام فخاش كذلك حنطيبوهم فوق النار باش تعطيني يعني تولي ثقيله وتولي بنينه، ونزيد لها الملح والفلفل الكحل. دونك راح نحط لا كرام فريش، عندي كاس كرام فريش تقدروا ديروا حتى نص كاس يكفيكم بسم الله، يعني هذيك العلبه الصغيره ديروها مع قطع مليحه تاع فرماج. وعندي معاها قطعة تاع فرماج ونحركها مليح. فوالا الوغ نشوف لها الفوي نحركوها توت سويت سخنت لاكخيم، علاش؟ باسكو كمية صغيرة. نجيبها لهنا قدامي خير وباش ما تغلبنيش. اذا واش عندي كذلك؟ عندي بطاطا مقليه قلت محشوقه الجماهير، عندنا فرماج غابي، وعندي كذلك صوص طوماط. عطيتكم لا غوسيت عده مرات، قلت انا ندير طوماطيش قطعها على اربعه، ندير لها برش تاع البصل، ندير لها سنه تاع الثوم، ندير لها شويه تاع الماء، وما ندير لها ني ملح ني فلفل الكحل، نخليها كيما راهي حتى طيب طوماطيش، نميكسيها باش ندير لها الزيت ملح فلفل الكحل وزعتره والرند، وما ندير لهاش طماطم كونسونطري باسكو وحدها تجي حمراء وما توليش اورانج. بسم الله. هنا نحط البصل هو الاول، ونحط الكميه
تاع اللحم المفروم اللي عندي ونحرك. بناخذ السباتول دونك هنا راح تكون لافارس، يعني راح تكون عجينه نحلوها كويرات بنفس الحجم ونديروا لها اون فارس يعني ونغلقوا عليها باش تجينا كويرات البيتزا اللذيذه اللي على بالي الدراري راح تعجبهم ويجربوها ان شاء الله في هذه العطله. هذه النهارات اللي راح يريحوا فيها، يعني باش نقول لكم راهيش عطله الفحو تلعبوا لي غير بليجو واللعب برا والسبور، ديروها للمراجعه، ديروها لحفظ الدروس واش فاتكم باش ان شاء الله غير تدخلوا مع لي ديفوار تجيبونا نتائج مليحه ان شاء الله. لكن ما يمنعش كي يكون عندكم شويه وقت تجربوا وصفات تاع الشيف ليلى. دونك هذه من الوصفات اللي ننصحكم تجربوهم، يعني لو موني تاع اليوم ننصحكم انكم تجربوه. على خلط البصل، البصل مع لا فيوند هاشي اللي عندي مع الزيت، وندير لها كذلك سنات تاع الثوم، يعني عادي. قلت راح نطيبها عادي كيما مداري نطيبوا اللحم المفروم. الوغ ندير لها سنه ثوم كبيره، دونك تقدروا تغيروا في الحشو كيما حبيتوا. قلت لكم كنت راح نديرها بالمرقاز، تقدروا ديروها مرقاز، تقدروا ديروها دجاج، يعني نتوما واش يحبوا افراد الاسره كما دائما نقول لكم. معليش نقطعها عندي كذلك شويه كامونبير للحشو، عندي شويه زيتون خضر سواء لا فارس سواء لا ديكوراسيون. ونرجع للكريمه، الفرماج تاعي لازم يذوب كومبليتوم ميم طون راهي تعقد. ديروها كيما درت انا ابتي فو باش ما تغلبكمش ما تتحرقش وتجيكم سهله ما تغلبكمش. وتحبوا تزيدوا لها شويه زعتر كيما نقول لكم باش نولوا نقاوموا شويه لا غريب في هذا الشتاء، باسكو لا فاتت دخلت لا غريب للدار سي بون احنا مرضوا ونعاودوا. الوغ شويه مناعه توجور، شويه زعتر، شويه زيت زيتون، شويه زعيطره، عاودوا كي يدخلوا الحمضيات كذلك شويه تينا شويه مندارين باش ترفعوا شويه من المناعه تاعكم. مازال ان شاء الله نديروا مشروبات صحيه مع بعض اللي ترفع لنا المناعه. الوغ نديروا شويه ملح هاوليك، نديرو شويه فلفل كحل، بسم الله، لكن نحركو هنا باش يدبل معاه البصل. الا ما كفاتكمش لا فيوندا شي تقدروا دائما تزيدوا لها حبه زروديه، تزيدوا لها حبه قرعه ما راحش تبان، من المحال تبان. تقدروا حتى ترابيو لها حبه بطاطا تسكا وتجي بنينه، دوزنوها برك مليح وقليو. تقدروا تزيدوا لها حبه فلفل. الو نرجعوا درنا هنا الملح، نزيد ندير لها شويه فلفل كحل، وقلت نقدروا نزيدوا لها حتى شويه زعتر. فوالا تقالت مع الفخوماج والفخوماج داب كومبليتمون، طفي عليها باسكو بدات تطرش. سي بون وجدت ان تي بول راهي تبقبق كيما ويقول لي كادر يا اخي، نتوما تاني تقولوا تبقبق. سي بون شوفوا دارت لنا فولكون، نروح نفرغها ميم طون باش تبرد لي شويه. بسم الله شوفوا اختارت، الوغ لا كي تبرد تولي تبان باللي تقالت. كنا استعملناها خضره على شفيتو في البيتزا اللي درناها لاصوص بلونش، واليوم طيبناها.
يعني كاين عدة وصفات. كل حاجة كما نقولوا وندير لكم وصفة بطريقة أخرى. الوغ هنا اللحم دخلوا الطياب، راح ندير له ملح، فلفل الكحل، ندير له واحد شويه تاع الماء. بسم الله. ومن بعد يبقى لي غير شويه معدنوس ولافيون تاعي راهي واجده. الوغ انا ندير لها نقدر ندير لها هاد الكريمه اللي قعدت فوالا باش ما تروحش خساره، ما حبتش تحبط لي القبيله. نحركها مليح ونخليها طيب، يعني جوست ينشف هذاك الماء، ماشي حاجه كبيره. من بعد نروحوا للعجينه تاعنا، راه نمسحوا قبل واش بقبيق واش دار. نروحوا للعجينه تاعنا نوزنوها، نديروها كويرات على حسب واش راكو حابين، يعني نخليها تبرد هنا شويه. فرماج غابي، بطاطا مقليه ما فيهاش الملح، ندير لها قبل ما ننسى. الوغ لازمنا المشروب تاع الذاكره باسكو وليت ننسى بزاف، وراح نديرو معاكم باش ينساو كيما انايا، ينفعهم شويه. نجيبو الميزان، الو اون اسيات بركو نحطو فيها العجين، اسيات ولا تحطو ان بلاطو تحطوه مستاسعين قسمة تخدمو. مقسم حنايا المعجون وديروهم صغار ولا كبار كيما حبيتو، ما تنساوش برك بلي راح تخمر. بسم الله. انا على حسب الاولى راح نكملهم. الوغ جاتني نو ماشي 15 غرام، الوغ نديرو لو طار نرجعوه للزيرو نحطوه في الغرام. فوالا الوغ جاتني 150، 150 حنا نديروها 120 باش ما تجينيش كبيره بزاف. ونقدر ندير بسم الله، شتو لاباط شحال جات شابه ما شاء الله. شوف الوغ توجور نكوروها ونغلقوها لتحت كما كانوا يقولوا حجايزنا تاع زمان باش يدخل منها الهواء. الوغ حنا نكورو فيهم. عندنا واحد الحاجه تحب تشوف الحصه تاعنا ومتابعتنا بزاف وتحبنا وحنا ثاني تنحبوها، عندنا الحاجه سعيده بالاخضر من البويره. نحييك سيداتي ويعطيك الصحه انك تابعينا وتابعي برنامجنا، وتحيه كبيره لكريمه بن الشيخ البنت تاعك. اذا كريمه بن الشيخ كذلك راهي تحيي في الوالده تاعها، ونقول لك يعطيك الصحه على حسن المتابعه. ان شاء الله تجربي لهم بيتزا لنا نديرو فيها. الوغ نزيدو وحده ولا اثنين ونشوفو فوغيا ميزيغ حنا والوقت تاعنا كاش نقسموه. الوغ هنا خبزه نزيدو وحده ونحبسو. فوالا انا قلت حنا والوقت الا كفانا الوقت راح نزيدو حبات واحد اخرين اكيد، والخبز ما يترماش حتى ولا ما قدرتوش تكملوهم بيتزا خلصت لكم لافارس ما عندكمش باش تعمروا، تقدروا ديروهم خبيزات. خبز يجي من اروع ما يكون، يجيكم بنين يجيكم قوه، جربوه برك. دونك حتى وقعد لكم ما يترماش وما تخلوش يروح خساره، ديروها سوا خبزه كبيره سوا خبيزات صغار يجوكم بزاف كما يقول لي كادر. خبيزات صغار وتصبوا بهم حليب صباح، دونك ما تخلوش الحاجه تروح لكم في الكوزينه، سورتو كي تكون عجينه ما شاء الله وعجينه شابه علاش الخساره. وكل حاجه راهي بحقها،
دونك كونوا مقتصدين في الكوزينه وما نبدلوش، ان الله لا يحب هاد المبدرين. لا فخس تاعنا شوفوا وجدت، حنا كورنا وهي كانت واجده، نزيدو نفرغوها ان تي بول ولا ريسيبيو. صح نتوما خلوها تبرد شويه، هذه نصيحه اللي نعطيها لكم، يعني ما تخدموش بها سخونه هي ولا كخام. بسم الله. الوغ ما لي قعد لنا لي بتي فوغ هما لي يشدوا شويه الوقت نديروه مع بعض. بالنسبه للسلطه سهله مهله ما تشدلناش الوقت. الوغ نجيبو ان بلاطو، عفوا نديرو لو بابي كويسون توجور، ما ديروش لامان فلامان، اون كا تلصق لكم يروح لكم كلش. الوغ إل فو ميو بابي كويسون، ولا تدهنوها بشويه زبده ولا زيت وترشوها بكميه مليحه تاع لا فارين، ايفيتيو كامل هذاك المشكل باش ما تلصق لكمش. الوغ بسم الله. كما شفتوا معنا عجينه سهله مهله خفيفه، مكونات كيف كيف سهله واكيد. الوغ هنا هذا نخلوه للبيتزا، وانا سبقكم طيب سنيوا بتي فوق باش نربحوا بها الوقت وتعاودوا تشوفوا معنا. دخلتها على 200. الوغ واش راح نجيب؟ فرينه سوسيمي، فارينة سوسيمين، حل بها لي بول. بسم الله. هنا اللي مليحه هاد البيتزا ما تزيدش تعاود تخمر، يعني جوست تكملوها سي بون، نونفورنيوها وطيب، يعني نعرف بلي راح توجد لي ان شاء الله في الوقت. وشوفوا شحال خليتها طريه، ما يهمكمش، عفوا ما يهمكمش الشكل، باسكو راح نغلقها على شكل كموسه وراح نحي لها الزايد. اليوم مانيش نحوس نديرها مدوره ولا ليسونسييل، ما تخشنوهاش، الا خشناها راكو عارفين تينا معجنه ما تجينا شابه. الوغ هنا الاولى نجيبو اون كويير، بسم الله، نحطو شويه صوص طوماط، ما تكثروش برك باش ما تخرجناش، وكل وحده تقدروا ديروها كيما حبيتوا. نديروا شويه فريتات، اي والله كي ندير سوفريز يا كادر راه في المالح. الوغ عندي شويه تاع لي فخيت، انا راح ندير عليها كامونبير، وانتم ديروا واش حبيتوا. دوك الاخرين نديروا فيها فرماج عادي، نديروا فيها زوج ولا ثلاثه زيتونات، ولا ناخذوا من هذا مقطع، قلت تقدروا ديروا فيها واش حبيتوا. من بعد راح ندير فيها هذيك الصلصه الماجيك البنينه تاع لا كريم فريش والفرماج. الوغ ايماجينيو معايا، شوفوا هي جمدت الله الله، ها قلت لكم غير تبرد تعقد. ونغلقوا الكموسه تاعنا، روحوا معاها غير بشويه. بطاطا ما حبش تخبي، توري في روحها اللي كاين بطاطا لداخل. من بعد هاتيك نبلاطيوها شويه، قلت ما يهمش الشكل تاعها، من بعد هي وحدها تتسكم. نزيدو لها شويه صوص طوماط، ما درناش لا فيونداشي لداخل، لا سامحوني هذه نسيت، وراح ندير لها شويه فيونداشي على الوجه، ندير لها زيتونات. وعندي شويه فرماج غابي بلا ما ننسى الفلفل. اللي يحب الحار يقدر يدير الحار، انا عندي ليكيب ما تاكلش الحار، ما راحش نديرها حاره. فوالا نقدروا بعد نزيدوا لها حبه زيتون في الوسط. الوغ نحو هادي دو كوتي. الوغ شفتو شحال تجي ديجا هكا، شحال بانت شابه الله يبارك. الوغ لا تكون سخونه،
نزيدوا لها مسحه تاع زيت الزيتون مع جيناتور هكذا من الوصفات اللي درناها مع بعض، وتكون افراد الاسره كامل ملمومه ويتخرج السليوه هذيك سخونه واحد لومبيونس. واش نقول لكم، سبحان الله، حاجه كي طيبها لماما في الدار ويتلموا عليها افراد الاسره تدير واحد البهجه في الدار، واحد الفرحه، والله غير لومبيونس. حتى كي تخدموا كاطو تدخلوا معكم افراد الاسره، والله امبيونس ما تتعوضش، يعني واحد الفرحه، وهذا يعاون هذا وهذا يخدم فريمون. ان شاء الله ربي الله يرحمكم، الله لا يحرمكم من لمه العائله ولمه الاحباب كذلك، ولا كذلك حتى كيما حنا ليكيب ما شاء الله عليهم. الو بطاطا مقبله، ما درتش لا فيونداشي. الو ديجا حنا رانا نخدموا فيها هكا وهي راهي تخمر. راه علاش قلت لكم ما تزيدوش تخمروها؟ ديجا هي راهي تخمر. الو درنا لها لا فيونداشي، نزيدوا لها الصلصه العجيبه، نزيدوا لها شويه زيتونات ونغلقوها. نغلقوها كموسه كما قلت لكم، ولا شتو فيها زايد تقدروا تنحوه. فوالا انا ما جاش فيها الزايد، لكن الا شتو الزايد خرج قطوه. على كل حال هم مزونين كامل كيف كيف. ها صلصه فيونداشي لي كيف فكروني بلي مازال ما درت لهاش فرماج، باسكو راني وليت ننسى قلت لكم. الوغ درت لها زيتونات، وش راح نزيدوا لها؟ الوغ فلفل الاحمر قلت، ولا الحار، انا نحب الاحمر. ولا حبيتوا ديروا الاخضر تقدروا ديروا هذاك فرماج. فوالا ندير لها شويه غابي باش ما ننساهاش هكذا. الوغ ساهلين وبنان. الوغ نزيدو نفتحو بس ما ندخلو البلاطو الاولاني باش ما يفوتناش الحال. الوغ كويرات البيتزا المحشيه وسوربريز كما قالنا كادر، تقدروا ديروا فيهم واش حبيتو. هيا نزيدو هادي. جات طويله سي بوغ سا راني نقسم فيها، باسكو شغل تخسر لي العجين، الحبات كبار. الو واش نزيدو لها لداخل؟ الزيتون. تقدروا ما نديرو لها شويه مايس، تقدروا ديروا واش حبيتو. لانغريديوني ما ياكلوش بيان سور تنحيوه، ما كاين حتى مشكل، ليسونسييل ياكلوا واش يحبوا ويكونوا فرحانين. اذا انا عندي فاصل صغير نكمل فيه الحبه اللي قعدت لي ونعاودوا نتلاقاو. بقاو معنا ما تروحوش بعيد مع بعض، وانا راح نطلع لي بيتي فوغ اللي دخلتهم يطيبوا معكم في البرنامج. صافا الوغ شوفوا معنا كاش خرجوا. يلا البيتزا انا دخلتها كيما راهي باش نربح الوقت، قلت له كان يطيبوا ثلاثه ولا زوج نوريهم وهذوما بعقلهم. اذا باش نبداو كيما قلت لكم نديروا الوصفه تاعنا تاع لي بيتي فوغ الهايله اللي ما تنجح لكمش، اللي تتشهاوها باش ديروا كيما هي وما تحبش تنجح لكم. اليوم نديروها بابسط مقادير وناجحه مليار في المية، يعني حديروها كيما مداري نقول لكم وعينيكم مغمضين. اذا نحتاج برك ان باتور، واللي عندها البيترا خير وخير، يعني اللي عندها البيترا ندير في البيترا وتخلي يدور. ما حبيتش ندير في البيترا باش ما تقولوش بلي هي دارت في البيترا، حنا ما تنجحناش بالباتور. نجيب ان ريسيبيون
ونوزن اول شيء الفارينه تاع سوسيمي لازم نكون تحصلت على 500 غرام. نوزن الفارينه ما باقي المكونات كامل راهي موزونه. الوغ نديرو لو طاق راهي في الزيرو. بسم الله شفتوا معايا انا الفارينه استعملها بزاف. اذا راني للامانه رانا 470 غرام، يعني خصنا 30 غرام. الوغ نجيبو ان اوتر ريسيبيون ونعطيكم المقادير دونوها. يلا ورقه وستيلو ولا لو كاي تاعكم ولا لاجوندا وكتبوا معايا. اذا انجح وصفه تاع بتي فوغ اللي على بالي مش حتزيدوا تبدلوها. انا درت لكم نصف الكميه وديجا تخرج الله يبارك. اذا عندي 125 غرام مارغرين، 125 غرام مارغرين تكون درجه حراره الغرفه، يعني ما تجددوهاش من الفريجيدار وتخدموا بها، تكون وجبتوها من قبل يا اخي كل شيء باين ليكيب. عندي هنا حندير عليها 3 مغارف تاع الزيت، 3 مغارف تاع الزيت. يعني الا كانت المغرفه كبيره هذوك تاع بكري ديروا زوج، الا كانت صغيره ديروا 3 مع 3 مغارف حليب. وعندنا حبه بيض، 3 مغارف حليب، 3 مغارف زيت، حبه بيض. شوفوا يا شحال اقتصاديه وشحال تخرج وشحال بنينه ما نحكي لكمش. عندي لافاني، وعندي 100 غرام سكر غلاس، 100 غرام سكر غلاس. هنا واش مازال لي؟ ندير رشه تاع الملح، هنا رشه تاع الملح. ريحه البيتزا بدات، والفارينه هنا راهي واجده، وعندي اون بوش نحطها قدامي. مالغري كو لا دوي تاعها صغيره نوجد ان بلاطو. نغلفوه توجور بابي كويسون. نتوما كاين من هاد الخطوات ما تنساوهمش. بالنسبه للسلطه نعطيكم المقادير تكتبوها سهله. نخلطوا كلش في كلش. عندي حبه بطاطا مغليه مكعبات، عندي واحد الكاس تاع اللوبيا حمراء غليتها وبارده، عندي معها حبه فلفل احمر مشويه دوك نقطعوها مكعبات، انا شويه تاع مايس، شويه زيتون خضر، نص حبه تاع بصل، وعندنا اون فينيغرات اللي نحضروا نديروا مايونيز مع تحبوا القارص، تحبوا تزيدوا لها الكاتشب وزيت زيتون ونسقيو بها. يعني لوبيا وبطاطا وبصل وشويه زيتون وشويه فرماج على الوجه. يعني نخلطوا كامل المقادير ونديروا لها لاصوص تاعها وتكون واجده. اذا بسم الله. هنا راح تاخذوا شويه وقت، علاش قلت لكم اللي عندها لو بيتخان تستعمل لو بيتخان خير وتخليه يتدرب 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق يعني حتى يطلع مليح. انا دوك نشوف كي نشوفها بيضت شويه نوقف، سامحوني برك على الحس.
فوالا شوفوا درت كامل المكونات مع بعض، قلت تاع البيض مع 100 غرام تاع السكر، درنا معاها رشه تاع الملح لافاني، ودرت معاها 3 مغارف زيت و3 مغارف تاع الحليب. هنا غلطت، ماشي 500 فرينه، هنا لل 250، اذا راح نستعمل فقط 125 مزيان اللي تفكرت. اذا راح نقسم لا كونتيتي على 2 ونستعمل 125، وكما شفتوا لا غوسيت ما فيهاش لوفور شيميك، يعني خميره كيميائيه ما كان لا 10 غرام لا 15 غرام ما فيهاش، خيروا برك اون بون مارغارين وهذا ما كان، وتطلع وتجي ما شاء الله، وطيبوها حمراء بسم الله. هلا وديروا وتقيدوا بالمقادير وتقيدوا بالطريقه، يعني الا كان دربتوا مليح هذاك هذا الخليط الاول وخليتوه موس يعني رغوا وطلع وزدتوا لها الفرينه بالعقل، لي بتي فور تاعكم راهم ناجحين 100%. لان هنا الفرينه نضيفها غير باليد، ولا ضفتوها بالباتور بروميير فيتاس ولا بالكا غير بشويه، ما تطولوش ما تخلوش العجين تاعكم يعني يطلق الجلوتين اللي فيه. انا نوسيها بيدي نحي الباتور وميم طون نقص الحس. بسم الله تبقى طريه وخفيفه، ما تقولوش تطيح ما تطيحش، تقيدوا برك بهاد المقادير. فوالا هكذا يبقى ان ميلونج موسو كي اللي يخليها يرتاح، يعني عطيتكم الوصفه تاع اللي تتباع برا ما فيهاش لا مايزينا، باسكو تاع الدار كامل نديروا لها مايزينا ونديروا لها لا لوفور شيميك، هذه وصفه المحلات. لا وين سباتيو استعملتهم كامل اليوم. الوغ نعاود لكم واش درنا باش تقيدوا مليح. هي قدامي ونروح جبت واحده اخرى. الوغ استعملنا 100 غرام سكر مع 125 غرام مارغارين، حبه بيض، رشه ملح، رشه فانيلا، ودرنا كذلك 3 مغارف زيت و3 مغارف تاع الحليب، وطميناها بعد اللي طلعناه رغوه طميناها ب 250 غرام فرينه. لازمكم برك اون دوي ماشي كيما هذه تكون مفتوحه شويه، يعني هذيك المسنه وعريضه شويه على هذه، هذيك تخرجهم لكم ساهلين ويجوا كذلك شبان. فوالا شوفوا معنا، شفتوا معنا لا تيكستور تاع العجين، ما تزيدولوش الفرينه من راسكم ما تزيدولو والو، تقيدوا بالمقادير تاع الوصفه كيما نعطوها لكم ديروها راح تكونوا ناجحين باذن الله. الوغ تقدروا ديروها كوكياجا كيما نقولوا، ونقدروا نديروها اصابع. بون احنا راح نبدا بالاصابع باسكو لا دوي تاعي ديجا راهي صغيره. وراح يتنفخوا بلا لا لوفور شيميك. يعني تخرج لكم فاسيلمون ما تعييكمش، هذاك الزيت والحليب يلعب دور كبير في لاباط. الوغ كيما نقدروا نديروا دي غوزاس بهذا الشكل. او لي كوكياج نقدروا كذلك نديروهم مدورين، دونك ندخلوهم الفوخ على 180 درجه
من بعد لصقوهم بالمعجون ولا بلا جولي وندخلوهم في الشوكولا على الجهتين. لو هادو نزيدو لهم شويه. هنا نروح نوري لكم مقادير السلطه باش نربحوا الوقت. ليسونسييل ما تقولوليش العجينه ما تدخلش من لادوي وصعيبه وترتقت لي لابوش كيما مداني تحكيو لي. بهاد الوصفه سهله مهله. يلا نستنى لي غوتور تاعكم، تبعتوهم لي على الصفحه تاعي على الانستغرام ولا على لاباج فيسبوك باش نشوف واش درتو. الوغ ليلا شاف، ليلا شاف لاباج تاعي وبعثوا لي سواء انستا سواء فيسبوك كيما مداني تبعتوا لي كامل الوصفات تاعكم. الوغ هنا نديروا الوصفه تاعنا السهله المهله تاع الشلاضه البنينه اللي تقدر تكون وحدها كيما دائما نقول لكم وجبه. ان شاء الله يكفينا الوقت باش نديروها سهله مهله خفيفه. قلت تقدر تكون وحدها وجبه تاع غدا، يعني واش حابين نطيبوا فطور ولا عشاء نديروا هاد السلطه فيها كلش تكفينا وتشبعنا. الوغ صديقي الموس، الوغ واش عندي هنا؟ عندي بطاطا مغليه قطعتها مكعبات، هنا عندي لوبيا طايبه غليتها، عندي مايس. شوفوا الالوان تاع المكسيكان يحبوا بزاف لي كولور كيما درنا الروز تاع المكسيك، كيما درنا كذلك اللوبيا الحمراء الفصاصه تاع المكسيك. اما اليوم حنديروا شوفوا سلطه معمره الوان، شويه زيتون، وعندي الطون كاب دو فيغ نصفيوه شويه من الزيت، لحتى من الزيت تاعو يقدر يكون طون كاب دو فيغ اللي قلت لكم ما نستغناوش عليه في وصفتنا. انا نفتو نص نديرو لداخل ونص نخليه للديكور. فوالا، وعندي راس فلفل احمر شويتو، تحبوا ديروه في الفوق ديروه في الفوق، انا نحب الريحه تاع لو فيمي هادوك تاع المدخن، فشويتو على الغاز قشرتو ما تشلوهش بالماء، خلوه فيه البنه. الوغ شوفوا لي بيل كولور تاع لا سالاد، و ميم طون الفايده والقيمه الغذائيه اللي راهي فيها، لا فيتامين سي من الفلفل، شوفوا البيل المايس كل حاجه راها فيها فايده. عندي البصل هنا، البصل صراحه خير من اللي يكون مقطع، دبلوه في المقله يعني حتى يتكرمل، دبلوه مكرمل وديروه راح يكون خير وخير. يعني ولات تشويوها البصله في الفوق كيما شوينا الحبه تاع الفلفل، يعني تشويوها هي كذلك. انا اليوم استسهلت راح نديرها بصل عادي. فوالا، نجيبوا ايناسيت، وتقدروا كذلك تحطوا يعني دو ليتو، يعني ديروا شلاضه من تحت. لو شوفوا لا اون بيل اسيت، البيتزا تاعنا ما قعدتش، زيدوا لها شويه. نزيدو نضربو طلع لي بتي فور، نزيد لهم شويه، انا نحبهم محمرين، نزيد لهم شويه برك اي سي بون. هنا نزيد نقطع شويه معدنوس، لازم المعدنوس يكون حاضر. الوغ من زدت درت الموس تاعي، الوغ نقطع، قطعوا لي المعدنوس رقيق، ونديروا لها شويه فينيغرات وتكون لاصاله تاعنا واجده. يعني حاجه فيت في مشبعه بنينه، نقدروا ما نحضروها لضيافه لي بريزونطاج. الوغ ديروا لها فينيغرات كما قلت لكم مايونيز، خفوها بشويه زيت ولا زيت زيتون، بسم الله شويه تاع القارص، ملح ديروا لها شويه ملح، شويه فلفل كحل. فوالا، الوغ بطاطا مغليه، فلفل مشوي، طون، مايس، فلفل فوالا والزيتون،
الو قلت تقدروا ديروا لها سلطه خضراء من تحت، انا راح نكتفي. انا نزيد لها بك شويه طون على الوجه، هنا ندير لها رشه تاع المعدنوس ولا سلطه تاعنا راهي واجده. الو تحبوا تزيدوا لها لا فينيغريت كيما حبيتوا. الو لا سلطه تاعنا وجدت، البيتزا تاعنا راهي في الفوغ دوك نخرجها، ويبقاو لنا لي بتي فوغ نلصقوهم وندير لهم شويه شوكولا وكل حاجه تكون واجده. الو نجيبو هادو مالي بردو ونجيبو اون اسيت. غير فاتح قهوة صغيرة، هنا نعاودو نشعلو على الشوكولا تاعنا ونديرو لها شوية زيت، شوكولا نواغ بشوية زيت، نحركوها باش أو مام طون نغطسو فيها لي بتي فوغ لي على بالي راح ديرو بيهم سوكسي، وتولي وين ما تروحو تديهم في يديكم ولي يجي عندكم طيبوهم له. ألوغ الشوكولا ماهيش بعيدة. الوغ هنا عندي كونفيتور، تحبوا فخاز تحبوا مشماش، شوفوا جو ما شاء الله. الوغ شويه معجون ولا لا جولي، كاين بزاف يحبوا لا جولي. نخرج فوالا جو محمرين كيما حبيت، وندخلوا لا بيتزا اللي خضرت. الو هنا نزيدها شويه برك ونكملوا اللصقو حبيبات. الو راهي سخونه، شتو كي حافظوا على الشكل كي ما فيهاش لا لوفور كيميك لا بات، لو كان درتو لها الخميره الشكل تاعهم يتخسر، يتنفخوا لكم بزاف ما يقارديوش كامل هاد لافور، وتخسر الحبه وتما اللي قادره تطيح لكم في الفوغ. كي ديروها طريه تطيح، لكن بهذا الشكل سون لوفور كيميك من المستحيل انها تطيح لكم. دونك انا عندي فاصل صغير ونعاود نرجع لكم. مدينة الكرام رجعت لكم، ما جيتكمش هديه فارغين، جبتكم كامل ابلي بلا اللي طيبتوهم معايا نهار اليوم في طيب معنا. اذا كنا درنا السلطه المكسيكيه اللي كانت فيها بطاطا، فيها مايس، فيها اللوبيا، فيها المعدنوس، فيها الفلفله الحمراء المشويه. دونك شوفوا شحال هذه غيش، قلت لكم تقدر تكون وحدها كوجبه غذاء. فوالا شوفوا هذيك لا فينيغريت، هنا كنت دايرت لها مايونيز، مايونيز زدت لها عصره تاع قارص، زدت لها زيت الزيتون، شويه ملح، شويه فلفل الكحل اللي يحب الحار يقدر يزيد لها شويه هريسه ويسقي بها. هما صراحه الماكله تاعهم حاره، يديروا فيها حتى الفلفل الحار، انا راني نحيت لها الفلفل الحار. من بعد رحنا درنا ولا درتوا معايا البيتزا كويرات ولا لي بول دو بيتزا اللي راهي وش نقول لكم شهيتكم بالجنه، يعني فيها واحد الريحه ولا كما قال بالاحلام. الوغ خدينا عجينه قلت كانت سهله، درنا اون باتا بان بيتزا قوة قوة قوة، درنا عجينة باتا بان ما كانش فيها البيض ما فيهاش الزبدة، عجينة سامبل. هذيك العجينة خديتها كويرات، أنا وزنتهم 120 غرام على ما أظن إلا ما نسيتش. درناهم حليتهم بالحلال، حطينا فيهم فيون داشي كنا طيبناها بالبصل والثوم، حطيت عليها شوية بطاطا مقلية، ومن بعد درت عليها شوية كامونبير ولا حبيتو فرماج غافيغ، انا درت كامونبير، انا نموت على كامونبير. ومن بعد زدنا لها هذيك الصلصه العجيبه اللي درناها كخان فخاش بالفرماج ملح فلفل الكحل ودير لها شويه تاع الزعتر وهي جامده هكذاك، وغلقوا لي هذيك الكويره. زيدوها بلاطيوها عطيوها الشكل هذا وزيدوها على الوجه شويه طومات تاع صلصه الطماطم، وزدت لها فيون داشي وزدت لها لو فرماج غابي كيما درنا لداخل، زدنا لها من الفوق شويه فلفل ودهنوها لي بالزيت تاع الطون ولا بالزيت الزيتون، وشهيتكم في الجنه. لازم ديروها عشاكم اليوم ولا غداكم غدوه ان شاء الله، سورتو الدراري راهم فاكونس والدراري راح يعاونوكم، على بالي بلي يعاونوكم ويخلوكمش حاصلين. وختمناها كذلك بمحبوبه الجماهير ولا معشوقه الجماهير اللي بتي فوق اللي دائما عندكم فيهم مشاكل، اليوم درناهم سهلين مهلين كما شفتوا معايا. حبه بيض خرجت لنا خرجت لنا كميه ما شاء الله اللي تقدروا تقهوا بها. لو زوج حبات بيض واش نحكي لكم، تاكلوا وتاكلوا الباطيمه اللي راكم فيها.
الوغ درنا فيها 125 مارغارين، 100 غرام سكر غلاس، 3 مغارف زيت، 3 مغارف حليب، لافاني والملح ما تنساهوليش، وطميناها ب 250 غرام فرينه صوص سيمي اللي مرافقتني في كامل وصفاتي، وكل حاجه تجيني تشهي وتحمر لي وجهي. اذا طميتها خليتها هذاك القوام، ما تزيدوا لها ما تنقصوا، خلوها كيما صبتوا العجينه هذيك. بوشادو يخيروا بك لمبوط يكون شويه عريض، وديروها سوا غون فور، سوا ديروها كيما درنا دي كوكياج، سوا ديروها دي غوزاس. فرحوا لي الوليدات في هاد لي فاكونس، ويعطي الصحه انكم بقيتوا معايا حتى نهايه الحصه. واش نقول لكم؟ الله يعطيكم، نتمنى ان شاء الله. وشكر كبير 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 كامل الفريق اللي رافقني نهار اليوم، من جمال زرقو في الاخراج، كادر والي ولا عبد القادر والي وراء الكاميرا، كذلك ياسين برماق في الصوت، بلا ما ننسى الماكياج اللي كانت معايا اليوم ريما يعطيها الصحه. بقى لي غير نقول لكم بقاو لي على خير، تهلاو لي في رواحتكم في عدد جديد ان شاء الله، وصفات اروع باذن الله. بقاو على خير.